على الصعيد ذاته، احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية في الأردن بعيد الظهور الإلهي في موقع معمودية السيد المسيح المغطس، حيث التقى المحتفلون من على الضفة الشرقية لنهر الأردن غبطة البطريرك ثيوفيلس الثالث بطريرك المدينة المقدسة على الضفة الغربية للنهر. وعقب اللقاء ترأس قدس الأرشمندريت خريستوفورس حداد خدمة تقديس الماء بمشاركة الآباء الكهنة والشمامسة وحضور وفود من الكنائس الأرثوذكسية من حول العالم وشخصيات رسمية وعامة وجمع من المؤمنين. وفي كلمته أشاد الأرشمندريت خريستوفورس بدور الأردني بترسيخ قيم التسامح والاعتدال والوسطية، متضرعا إلى الرب الإله أن يمنح جلالة الملك عبد الله الثاني كل نعمة وحكمة لقيادة الوطن، كما شكر سمو الأمير غازي بن محمد على جهوده المبذولة مع هيئة موقع المغطس التي يرأسها. صوت الله.